النهاردة هنتكلم في الفيديو ده عن موضوع مهم جدا، هو موضوع الصدق مع النفس. مهم جدا ان اي شخص يكون صادق مع نفسه، ومعنى الصدق مع النفس انه ان الشخص يكون متقبل نفسه سواء بعيوبه بمميزاته بكل حاجة في شخصيته، ما يحاولش يتقمص شخصية غير شخصيته، يكون اللي بيظهره زي اللي بيبطنه. لأن في بعض الناس للأسف الشديد ممكن تبقى هي بتتقمص شخصية عكس شخصيتها، أو بتعيش شخصية غير شخصيتها، واللي بتظهره عكس اللي بيكون جواها أو اللي عندها يعني بداخلها يعني. فمهم جدا إن احنا نعرف نفسنا كويس، مهم جدا إن احنا نفضل يعني معتزين بنفسنا ونفهم نفسنا كويس، نعرف ايه هي نقاط القوة بتاعتنا ونعرف ايه هي نقاط الضعف بتاعتنا، ونفهم كويس ان مفيش شخص في الدنيا خالي من العيوب. المهم ان احنا نشتغل على نقاط الضعف بتاعتنا ونقويها، ونشوف ايه هي نقاط القوة بتاعتنا، ونكون صراحة مع نفسنا كده، نقعد مع نفسنا ونحاول ان احنا يعني ننمي النقاط الضعف اللي عندنا، ونحاول ان احنا نعرف ايه هي العيوب اللي ممكن نصلحها، او ايه هي الحاجات اللي المفروض ان احنا نظبطها في شخصيتنا. كمان نبعد عن فكرة الكبر، لان في بعض الناس بتبقى عندها حتة الكبر زيادة، وطبعا الكبر ده من اكتر الحاجات اللي بتدمر شخصية اي انسان. كمان في بعض الناس بتحاول ان هي ايه يعني بيبقى عندهم بيعيشوا ظروف عكس ظروفهم، او دايما بيبقى عندهم فكرة غرور داخلي، ويبقى عندهم نوع من انواع التكبر. فلازم الانسان يكون واضح مع نفسه وواضح مع الاخرين، وفكرة الصدق مع النفس دي مهمة جدا يا جماعة في شخصية اي انسان، لان هي الصدق مع النفس ده هو أساس السلام الداخلي. يعني هو ده الشخص دايما اللي بيكون صادق مع نفسه دايما بيكون عنده سلام داخلي. فمهم جدا ان احنا ما يكونش عندنا غرور داخلي، مهم جدا ان احنا نكون واضحين مع نفسنا ومع الناس اللي حوالينا، مهم جدا ان احنا نعيش الظروف بتاعتنا وما نقلدش ظروف حد. لازم نعرف ان كل انسان مننا ليه ظروف معينة بتحيط بيه، وممكن تختلف يعني من شخص لآخر، فلازم كل شخص يعيش حياته وفقا لما يعني يكون مناسب ليه، وما يقلدش حد او ما يبصش للي في ايد حد زي ما بيقولوا. فربنا دايما بيدي لكل انسان مميزات، وبيدي يعني كل سبحان الله كل انسان ليه مميزات وليه عيوب. فمهم جدا ان احنا برضو نبقى متقبلين ده وفاهمين ده كويس، ومهم جدا ان احنا نشتغل على نقاط الضعف بتاعتنا وننميها، ونشوف ايه نقاط القوة بتاعتنا ونزودها. كمان مهم ان احنا نكون واضحين في المهارات والقدرات بتاعتنا، دايما لازم نتبع الحدث بتاعنا لما بنيجي نقوم بأي شيء في حياتنا. في بعض الأمور كده اللي لازم يعني تمشي على مخطط مثلا مسبق لها، ان احنا يعني نحاول ان احنا يبقى في كتير من الأشياء اللي ممكن يعني في كتير حاجات ممكن مش بنتنبأها يعني. فلازم ان الشخص يكون واضح من جواه، ويحاول ان هو يعني يمشي في حياته وفقا لما يرى ان هو مناسب، وما يخافش ان هو يتقدم خطوة للامام، لان خوفه يعني في اشخاص دايما بتبقى خايفة ان هي تخطو خطوة، او ان هي تتقدم خطوة، او ان هي تبدأ في مرحلة التغيير، لان دايما الخوف، بقول ان دايما الخوف بيدمر حياة اي شخص بالكامل، وبيوقفه عند مفترق طرق، يعني مش بيستطيع ابدا ان هو لا يمشي خطوة للامام ولا ان هو يرجع خطوة للخلف. مهمة كمان قوي ان احنا نعرف قدر نفسنا، ونعرف مدى موهبنا، لان كل انسان مننا سبحان الله يعني ربنا خلق كل انسان وخلق ليه امكانياته وليه مواهبه. في شخص امكانياته محدودة، في شخص تاني ربنا عطيله مجموعة من المواهب اللي يعني، وبرضو كل شخص سبحان الله يعني بيبقى ليه امكانيات معينة.
مش هيستطيع ان هو يقوم بتغييرها. فبس على سبيل المثال، ممكن مثلا شخص ربنا عطيله نعمة، يعني مثلا مواهب كتيرة ايا كانت نوع المواهب دي، فلازم اي انسان يبحث في نفسه عن اكتر حاجة بيقدر يقوم بيها، ويحاول ان هو ينمي المواهب اللي ربنا رزقه بيها، ويتأكد ان ربنا هو قادر على ان هو يمده بالقوة اللازمة للمواصلة، بدون ان هو يشعر ان في مشكلة ممكن يعني تكون موجودة في حياته، وان هو دايما يجاهد الغرور ويتوقف عن فكرة الكذب، ويكون دايما صادق مع نفسه ومع غيره، لان الكذب من اكتر الحاجات المذمومة في اي شخص. اي شخص بيكون كذاب بيكون يعني شخص مذموم وغير محبوب. وكمان من اكتر المصايب اللي ممكن تحصل ان الشخص يكذب على نفسه كمان، يعني على الاخرين وعلى نفسه. فلازم الشخص يتقبل نفسه زي ما هي، ويحاول ان هو يعرف قدراته اللي بيملكها، واللي ممكن جدا ان هي ترفع من شأنه لو هو حب ده او هو اراد ده. ولازم يحذر من تبرير الاخطاء، لان فكرة تبرير الاخطاء ممكن اي شخص ممكن يقع بيها بالمبررات الكاذبة، لان الكذبة الواحدة ممكن تجر 100,000 كذبة، اللي زي ما بيقولوا كده، اللي بيكذب مرة بيكذب 1,000 مرة. وده يخلي اي شخص في نظر نفسه ونظر الاخرين شخص مزيف وشخص غير صادق وغير حقيقي يعني بالمرة. كمان مهمة جدا ان احنا ما نفكرش في لحظات الفشل ابدا، يعني فكرة الانسان دايما اللي بيركز على نقاط، يعني اللي هو نقاط ضعفه او لحظات الفشل بتاعته، لازم يعني الانسان ان هو يخلي لحظات فشله كده على جنب وما يتوقفش عندها. مهم جدا ان هو ما يمحيش من ذاكرته، ما يمحيهاش، لان لازم يفتكرها من لحظة للتانية عشان يتعلم منها، لان هي برضه هتكون محفز اساسي ان هو يبتدي من اول وجديد، وده اللي بيحتاجه الانسان دايما او كتير في حياته. يعني مع اليقين ان كل خطوة بتمر بيه وداقت مثلا عليه الدنيا مثلا هتكون اساس خطوات النجاح اللي باذن الله هتوصله لاهدافه وللنجاح. المهم كمان ان الانسان يجرب كل الامور اللي ممكن توصله للهدف، وعادي ما فيش اي مشكلة بالفشل ما دام ان هو ده هيقوي ارادته وعزيمته وهيخليه يبدأ من جديد. فمش عيب ابدا ان الشخص يحاول مرة واثنين وثلاثة وان هو يفشل. ما فيش شخص في الحياة ما فشلش، فالفشل مش نهاية الكون، دايما بنقول كده. فمهم جدا ان احنا نبقى فاهمين النقطة دي. كمان نحاول ان احنا نستعد للمستقبل بروح قوية، ودايما الانسان اللي بيكون صادق مع نفسه بيكون قادر على توفير المساحة الكافية لحياته المقبلة يعني والقادمة، وان هو يحاول يكون شخصية قوية تقدر تعتمد على نفسها في ظل التحديات الكتير اللي بتواجه اي شخص في المجتمعات المختلفة، وان هو يكون عنده يقين كبير جواه ان لكل مجتهد النصيب، وان اي انسان بيقوم بواجباته اتجاه نفسه واتجاه الاخرين ده هيخليه قادر على ان هو يتدبر اموره المستقبليه وتكون حياته افضل واحسن جدا. كتير. كمان ان احنا نقيم نفسنا من وقت للتاني في كل جوانب حياتنا علشان نكون صادقين مع نفسنا، ولازم نفكر في الاشياء اللي ممكن تكون بتقرقنا ونحاول ان احنا نغيرها، ويعني ونحاول ان احنا نقيم كده الاداء بتاعنا، ونحاول نشوف ايه الحاجات اللي المفروض ان احنا نغيرها او نحسن فيها، يعني عشان تكون جودة حياتنا تكون افضل. وان طبعا لازم نتحلى بالشجاعة الكافية ان احنا نقيم بصورة صادقة، وان احنا نشوف ايه الحاجات اللي بتقلقنا والحاجات اللي مش بنحس معاها بالراحة، وايه هي الحاجات اللي بتكسبنا الثقة بالنفس، وايه هي الحاجات اللي بتخلينا نكون اكتر مصداقية مع نفسنا، ويكون في تحدي مع نفسنا في الامور اللي احنا مش بنشعر بالراحة في الخوض فيها. ونحاول زي ما قلنا نخصص بعض الوقت لنفسنا ان احنا نعتني فيه بنفسنا نفسيا وجسديا، وان احنا يعني ناخد كفايتنا من النوم من الراحة، وان احنا نحاول نخصص وقت او مكان يكون هادي، نحاول نخلو فيه بنفسنا، نحاول نفكر
نحاول ان احنا نرتب حياتنا، نرتب افكارنا، نشوف هنعمل ايه بعد كده، نهتم يعني بملابسنا، بحاجاتنا، بكل حاجة تخصنا يعني. بعد كده زي ما قلنا نبدأ بالتقييم الذاتي، وفكرة التدوين دايما بقول انها مهمة جدا، ان احنا نكتب كل حاجة على ورق او سكتش، ايا كان بقى الحاجة اللي هنكتب فيها، بيساعدنا ان احنا دايما ان احنا نكون عندنا، لما بيكون في قائمة مثلا أو ملاحظات أو خرايط أو رسوم مثلا كرتونية، فالشخص بيبقى دايما بيبقى فيه عنده نوع من التفريغ النفسي للكتابة، وبيسجل فيه بقى كل حاجة، أي حاجة بتطرق في ذهنه من أفكار، من أي حاجة حابب إن هو يغير من نفسه فيها، ده هيساعده كتير قوي في حياته. وإن الشخص كمان يكون محدد ويكمل أي حاجة بدأ فيها، يعني دايما يستمر، زي ما قلنا نبحث عن قوات، عن نقاط القوة بتاعتنا والجوانب اللي بنحتاج ان احنا نغير فيها، بدل من ان احنا نكون يعني عندنا ايه نوع من العشوائية، ونعمل تقييمات عامة، لان كمان ده هيساعدنا من وقت للتاني ان احنا نتخذ الخطوة الجدية في التنفيذ. فمهم كمان ان احنا زي ما قلنا ان احنا نكون عندنا ثقة بنفسنا، وان احنا نكون عندنا ايمان بنفسنا، وان احنا ننمي نقاط الضعف اللي عندنا، ونبدأ برضو يعني نشتغل عليها، ونحاول ان احنا نركز على نقاط القوة بتاعتنا، ونعرف ايه هي الحاجات اللي ممكن يكون ربنا ميزنا بيها. فدي من اهم الحاجات المهمة قوي اللي احنا لازم نعملها، وكمان مهم قوي ان احنا نكتب الجوانب اللي محتاجة للتطوير، يعني ايه هي الحاجات اللي المفروض بنحبها، ايه الحاجات اللي المفروض نعملها وان هي مثلا ملهاش لازمة، نركز على الحاجات اللي هي بتحتاج للتطوير، وان احنا نحطها نركز عليها، ونحاول ان احنا نكتب الحاجات اللي ممكن ان احنا نختار ان احنا نشتغل عليها، او ان احنا نبطلها، نشوف العادات السيئة اللي احنا عايزين نبطلها، نخصص كل يوم مثلا 10 دقايق، يعني في مثلا نركز فيه بقى على الحاجات اللي احنا عايزين نطورها، او نكتب فيها، ندون فيها الحاجات اللي احنا عايزين نكتبها، نكتب ايه هي الفرص الموجودة اللي ممكن نستغلها في حياتنا، وازاي نستخدم نقاط القوة بتاعتنا، وازاي ده هيساعدنا، ده ممكن يساعدنا في ان احنا يعني ننمي حياتنا اكتر. ممكن ايه هي مثلا المهارات اللي ممكن نتعلمها يعني وتغير في حياتنا. فكل الحاجات دي هتساعد جدا جدا في اننا نكون بننمي شخصيتنا، وبيكون عندنا صدق مع النفس، ويكون كمان عندنا ثقة بنفسنا، ونكون بنطور دايما مهاراتنا. يعني كمان نكتب، مهم قوي ان احنا برضو يكون في قائمة زي ما كتبناها، نكتب قائمة برضو بالحاجات اللي ممكن تكون بتعيق نجاحنا، لان دي من ضمن الحاجات المهمة برضو اللي لازم نعملها، ولازم، لان كل حاجة في حياتنا في حاجات بتبقى بارادتنا، وفي حاجات بتبقى خارج سيطرتنا، فلازم الحاجات اللي هي اللي نقدر نتحكم فيها، فنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نبذل مجهود ان احنا نغيرها، انما الحاجات اللي خارج ارادتنا ديت احنا نحاول نتخطاها، ونحاول ان احنا ما يعني ما نركزش فيها، والمهم ان احنا نعمل اللي علينا، ونحاول ان احنا اللي نقدر نغيره نغيره. زي ما قلنا بنحاول ان احنا نعمل مراجعة للتقييم الذاتي كل فترة كده، وبنراجع ايه هي نقاط القوة، وايه هي الفرص، وايه هي الجوانب اللي بتحتاج للتطوير. ومهم جدا ان الشخص ما يستسلمش من فترة للتانية، لازم يستمر في ان هو يكمل للنهاية. ومهم جدا كمان ان هو زي ما قلنا بنضع زي بلان كده او خطة نمشي عليها، وعشان ما نجيش في وقت ان احنا نكسل. دي كانت من اهم الحاجات، وطبعا ان احنا نحط جدول نحط فيه بقى الانجازات والحاجات اللي بنتقدم فيها، كل حاجة بنقيمها كده من فترة للتانية، لان ده بيساعدنا وبيحفزنا اكتر ان احنا نستمر. دي كانت من اهم الحاجات اللي لازم نعملها، وهتساعدنا جدا جدا. وطبعا لازم الانسان يكون عنده، يكون لطيف كده مع نفسه، ويدي لنفسه، يعني مش عيب ابدا ان شخص يحب نفسه، لان حب النفس حاجة والانانية حاجة، وانا اتكلمت قبل كده في فيديو عن الفرق الكبير ما بينهم.
لان الغرور حاجة او الانانية حاجة، وان الشخص يحب نفسه، لان الشخص لو ما حبش نفسه مش هيقدر يدي لغيره حب، ولا هيقدر يعني ولا هيقدر اصلا يتقبل نفسه. فدي كانت من اهم الحاجات اللي لازم نعملها، وده كان الفيديو. يا رب اكون قدرت افيدكم، نورتوني جدا وبحبكم جدا. باي باي.